مرحبا بكم في اول حلقه من سلسله قلوب في رمضان. كيفما شفنا في الحديث فان الله عز وجل كيبعث لنا مجموعه من النفحات، وبحكم اننا في شهر رمضان الكريم فهو واحد الشهر طبعا كله نفحات، والله عز وجل يسر لنا الكثير كثير من الامور، ما علينا الا ان نغتنم. ولذلك ارتئيت ان ندوي على واحد الامر اللي هو جد مهم في العبادات، واللي هو النيه جد مهمه. ولاحظت بان مجموعه من الناس قد يعانون من هذا الامر اللي هو ضياع القصد او النيه، فكتلقى مجموعه من الناس صايمين رمضان فقط لان كاع الناس صايمينه، او مجموعه من الناس صايمين فقط خوفا من غضب الله عز وجل. ولكن الهدف من رمضان ليس هو هذا، والهدف من صوم شهر رمضان ماشي هو هذا. ولذلك فالنية جد مهمة، تعدد النية جد مهم، تعظيم النية جد مهم. وبما أننا نتحدث عن تعظيم النية، فواحد صديقة كانت دائما تشارك معي واحد المثال اللي هو جد رائع، أن النية بحال واحد القلة أو واحد الخابية، شنو ما شكل القلة اللي ديتي معك غادي تعمر به. فمثلا دخلنا على شهر رمضان بواحد القلة اللي هي صغيرة، في آخر شهر رمضان غيعمر لينا داك الكمية اللي دينا معانا. دخلنا بواحد القلة اللي هي كبيرة، بواحد النية اللي هي عظيمة، بواحد تعدد النيات، ففي آخر شهر رمضان غنخرجوا هذيك القلة كلها ممتلئة. ولذلك حاولوا أنكم تعظموا النيات ديالكم، حاولوا أنكم تعددوا النيات، وحاولوا أن يكون عندكم واحد النية خاصة. ضيوف حلقة ديالي سولتهم هذا السؤال، لذلك خلونا جميعا نطلع على ما هي نيتهم الخاصة وماذا في قلوبهم، وكذلك جوابهم على أسئلة أخرى جد متعددة. Ramadan for me is the month of sharing, the month of empathy, the month of friendship and closeness. رمضان واحد الشهر مبارك عظيم، ربي عطانا باش نحسوا بالقيمه ديالو، ونتصدى ونصلي ونقيموا الليل والفجر ونصليوا الصلاه ديالنا، باش يكون واحد البدايه، واحد الفتح خير علينا، وخصنا نغتنموا الفرصه. رمضان mübarek bir ay. İbadetlerin daha çok yapıldığı, sabahtan akşama iftardan, sahurdan iftara kadar nefis terbiyesiyle uğraştığımız, ibadetlerimizi daha fazla arttırdığımız, Allah'a yöneldiğimiz bir aydır. Ramazan bilnisbe ileyhi huve fursa fi's sene li kulli insan muslim en yugayyir min nefsi qabl en yugayyir min şahsiyetihi. We all know that Ramadan is the month of forgiveness and kindness and sharing. So for me, Ramadan is the month that I get closer to my God. I get closer to my religion. I get closer to the Islamic community. You know, it's the month that I do the most and I become the better version of myself. Getting closer to the God and practicing my religion in a better way. انا ضروري انني نختم ختمة القران على الاقل، كنقول ثلاثه واخا ربما الظروف داكشي، المهم ثلاثه ما خصنيش نضيعهم. والصلاه ديالي والقيم ديالي ضروري ومؤكد نضيعهم شي. Herkesin olduğu gibi bu ayda da özellikle bir takım açlık hisleriyle, susuzlukla nimetlerin değerini anlamak, nefsimizi terbiye etmek bu ayın en önemli amaçlarındandır. Yani ana Ramazan hat kararet inno akra Kur'an ahfaz 3 ecza. Yani kararet inni ahtim Kur'an ahfaz 3 ecza khilal Ramazan kerim. To be honest, it sucks. I live in a dormitory and it is really hard to get up and get food for sahur and for iftar. There is no queue. And but the good part of it, like you are with friends and they are becoming like your family. انا يعني اخر اربع سنين لي كل رمضان كان مع العائله، كان اهلي يجوا لعندي على تركيا ورمضان سوا، لكن اول رمضان لي من دون العائله وامتحانات ودراسه، لكن الأجر الثواب عند الله. وطبعا رمضان من دون الأهل جدا صعب، وخاصة من دون الوالدة، ما في طبخ، ما في أكل، ما في اهتمام. اشتقت لعائلتي. Ramadan with our family is totally different from what it used to be, but I'm adapting with it since this is my third actually Ramadan without my family. But you know, family with family everything's better.
to stop doing that some sins that I was doing, getting closer to the God. إحنا دائما نسعى إلى الأفضل. دائما إذا بنسي خطأ كان حاولوا نعوضهم ثملهم النار. إن شاء الله نكونوا الأفضل بإذن الله. Ramazan'da sahur ve iftar olmak üzere iki öğün yiyorduk. Birçok tıp uzmanlarının, dahiliye uzmanlarının söyledikleri gibi günde iki öğün yemek aslında sağlık için daha doğru bir harekettir. Ben de bu alışkanlığı Ramazan'dan sonra devam ettirmeyi arzu ederim. Fakat ne kadar mümkün bilmiyorum. Ana hab gayr min nefsi, hab gayr min şahsi. Yani fi şahr Ramazan insan lama yugud yugra Kur'an yisir fi muraca'a beyn şahs beynu beyn nefsi. في شهر رمضان الإنسان لازم يكسب يعرف إيش هو نقاط ضعفه وإيش النقاط السلبية اللي موجودة فيه عشان يحولها من نقاط سلبية إلى نقاط إيجابية. الهدوء، أنا أحب بدي يعني أحاول إني أصير هادي قد ما أقدر لأنه أنا بتنرفز كتير وبسرعة. سؤال عن كيف هو رمضان بدون العائلة كان عن قصد، وكذلك اختيار ضيوفهم مغتربين هنا في تركيا كان مقصود، والهدف منه كان أننا نسلط الضوء على واحد النعمة جد مهمة، وهي نعمة أن رمضان هو بصحبة العائلة. فبالنسبة للناس لرمضان مع العائلة ديالهم ولكن ما كيغتنموش هذه الفرصة وهذه النعمة كيستغلوها بأفضل طريقة، أنك تفطر معهم على نفس الطاولة أو تصحروا مجموعين أو أنكم تمشيوا لصلاة التراويح جماعة. فكنتمنى ان في الايام المقبله تحاولوا انكم تستغلوا هذه النعمه اكثر، لان كاين ناس ما كرهوش يكونوا في المحل ديالكم.